السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، ما عدنا والعود أحمد. كل لي السلامة، راه شوية وأنا غايب هاد الأيام لأن هناك يعني بعض الحويجات من بعد نفصح لكم عليها ونقول لكم أشنو كاين شي حوايج مهمة جدا هي اللي خلاتني نغيب. تبارك الله عليكم، سعيد بلقياكم، الله يحفظكم ويبارك فيكم جميعا. إذا مشاهدينا الكرام، عندنا اليوم 5 ديال الفقرات غاية في الأهمية كالعادة، وأكيد ومؤكد غادي نتكلموا على ما حصل في دبلن، ما حصل في إيرلندا. نحن يجب أن نقولها هكذا بصوت عال، نحن متضامنون قلبا وقالبا مع جوج ديال الأمهات وثلاثة ديال الوليدات. داكشي اللي وقع قدام المدرسة من طرف كرغولي واحد من مليون في عقل. إذا صدق من قال راه ما يقول الحق غير الصبي ولا الحمق. كاملين كتعرفوا معايا مجيد الصوتة المعروف بعمي تبون عند الكراغيلة حينما قال الجزائر وين تحط رجليها تقوم القيامة. شوف الجزائر اليوم صفحات تثير جدل، وين تحط رجليها تقوم القيامة. سيتي بونشوز اي سانورون فيير دات راجيليا. وفعلا هذا هو الواقع وهذا هو اللي كيتبين يعني في عده دول اوروبيه. اذا هذا الكرغولي الجزائري اللي حافظ الدراجي حاول باش يردوا مغاربي، يعني باش يمو على الناس، يعني ممكن يكون مغربي ليبي ممكن يكون تونسي او جزائري. الواقع هو انه جزائري، وهناك غضب عارم يعم ايرلندا بعد قيام هذا الاحمق الجزائري المسطي بهذا العمل هذا. كيف ما قلنا يعني وليدات والامهات ديالهم اللي وقع هذه الواقعه هذه، يعني هذا يعني يحسبه انه تضامنا مع فلسطين. اذا مشاهدينا الكرام، هذا الكرغولي جزائري ماشي في المتوانى خو جزائري قتل وضرب الموس مرام مع ولادها، ولد هذاك مات وراه مخرج لارمي في ايرلند. يا خو الله يرسل لك بيبي يا خو، جاي انت قاطع زوج بحر باش تقتل العباد. جيت قتل العباد ودوك المشكل ماشي غير انت، مجميع واحد توانى مع بزوج في ايرلندا. باي 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 خويا باي باي. هذا يعني بكل واقعية هو كأمثاله من الكراغلة اللي هما يعني مليون في عقل. كيف ما كيقول المثل، مجرم سوف يتسبب بمعاناة الكثير من المهاجرين العرب. أنا نيابة عن نفسي أطالب من إيرلندا أن ترجع إلى بلد السعادة، أن ترجع إلى الجزائر. كل كرغولي مشكوك فيه وكذلك الدول الأوروبية، لأن هؤلاء يسيئون لنا، هؤلاء الذين يعني بحكم الجغرافيا التي لا يمكننا أن نتحكم فيها هم جيراننا يسيئون لنا أينما حلوا وارتحلوا. إذن كاملين من أجل إرجاع الجزائريين القوة الضاربة لبلد السعادة، أحسن منظومة صحية في العالم، أحسن نظام في العالم، أحسن كل شيء في العالم، الكوكب اللي هو لا يوجد له مثيل بين الكواكب. إذن إرجاع الجزائريين هو الحل. أي واحد مشكوك فيه، أي واحد له عقلية إخوانجية، عقلية تسيء للإسلام والمسلمين، تسيء للعرب، تسيء للأمازيغ، يجب أن يعود. لا بغى يدير شي حاجة يديرها هناك في بلاده، يمشي للحبس يدير شي حاجة اللي بغى في بلاده، شغلو هذاك ويمشي للحبس في بلاده. أما باش يدير هذا العمل الشنيع ويتدرقوا، حنا كنا كنقولوها لكم دائما، راه غير كيتدرقوا بالشعارات التي لا تسمن ولا تغني من جوع. التجارة بهذه القضية، قضية فلسطين، المغاربة كلهم مع القضية، كلهم قلبا وقالبا وراء جلالة الملك، ولكن بالعقل بالواقعية، ماشي غير بالتخربيق، ماشي بالأعمال التي هي غير مقبولة لا شرعا وغير مقبولة بالقانون الدولي، غير مقبولة يعني الفطرة الإنسانية ما كتقبلهاش. نشوفوا كذلك هذا في فرنسا، هذا كرغولي يعني في حال واحد من هذوك اللي كيسرقوا الزليج المغربي وكيشوهوا به يعني انفسهم. طبعا لان الزليج المغربي له مكانه منذ مئات السنوات، الزليج المغربي هذو كيلبسوا دابا، كانوا كيلبسوا قبل شي لباس ديال الشفاره معروف، سرقوا الزليج المغربي وتشوهوا به في العالم. ها انت كيسرقوه يخطفوه يجريسيو يطلعوا البزاطم ولابسين هاد التوني، هذه إساءة ما بعدها إساءة، لأن الزليج المغربي الثراث المغربي الهوية المغربية راه شيء، أما هاد ولاد اللابروخة هاد ولاد العثمانيين والفرنسيين شيء آخر تماما. وقالها تبون نعيدها مرة أخرى، الجزائر وين تحط رجليها تقوم القيامة. شوف الجزائر اليوم صفحات تثير جدل، وين تحط رجليها تقوم القيامة. سيتي بون شوز اي سانورون فيير دات راجيليا. إذا باش نمشيو لفقرة أخرى، يجب إرجاع كل جزائري مشكوك فيه إلى بلد السعادة، يجب إرجاعه إلى القوة الضاربة. مشاهدينا الكرام، حفظكم الله ورعاكم، الكلام اللي غادي نقول خصكم تردوا لي البال مزيان. هناك الطابور الخامس، هناك العدل والإحسان،
هناك بعض الناس من عممش ديال العدالة والتنمية أو جلهم اللي عندهم واحد الفكر معين، واحد التوجه معين، عندهم انتماء معين، عندهم هوية معينة، بحال اللي قال بن كيران فاش كيهضر قدام السفير الفلسطيني اليوم، راك شفتوا هذيك المصيبة الكحلة كيتكلم 38 دقيقة وقال لك يعني الانتماء ديالنا حنايا للشام، وانا امي قال لك الله يرحمها ويوسع عليها سميتها الشامي، يعني الاسم العائلي ديالها الشامي، الام ديال بن كيران الله يرحمها، يعني احنا الانتماء ديالنا الشام. لا لا احنا مغاربة، احنا مغاربة، مغاربة سي بن كيران، احنا مغاربة. وخلينا دابا من الطابور الخامس وخلينا من الخواجية، لان الفكر الاخواني خصنا نردوا منه البال بزاف. احنا كنشوفوا دابا كيف تزاوج ما يسمى ب 20 فبراير مع العدل والإحسان وينزلوا الشارع، وباسم القضية الفلسطينية راه شفنا كيفاش كيحاولوا يوصلوا للقصر وكيفاش كيحاولوا يقلبوا الناس في الشارع على الأمن الوطني، وهذا الشيء شفناه جليا هذه واحد اليومين في مكناس. في مكناس الناس مساكن خارجين كيتضامنوا مع فلسطين، الدولة يعني هكا كتراقب وكتحافظ على الأمن والاستقرار في المدينة شوية، حتى كيولي وبعضهم يواجه الأمن الوطني كأنهم هما يعني هما البوليس ديال اسرائيل. فهذه مصيبه سوداء، وهذا الشيء هذا كيجي بسهوله، يعني هكا دغيا كي واحد كيطلق واحد الشعار كيعاودوه راه هذوك اللي معاه شويه الناس مساكن هكا يرددون ما يسمعون. ولهذا خذوا حذركم، راه الخروج هكا الاحتجاجات اوكي لا سمحت لكم الدوله شغلكم هذاك، ولكن انا اللي بغيت نوصل هو الامهات والازواج يحاولوا يشوفوا الى خوتهم ولادهم عندهم العقليه الخامجه ديال الخوانجيه، كيحاولوا يركبوا على الامواج، كيحاولوا يوصلوا شي مصل باش يديروا التصادم ما بين الامن او الاجهزه الامنيه عموما، القوات العموميه والناس في الشارع. كاين اللي ما عارفش كيسمع حسبي الله ونعم الوكيل، هو كيرددها والناس كتبدا تجيش وكتبدا تتحمس. بعض الجرائد العربيه الاخوانيه الجهل والغباء ديالها والاهداف ديالها الشيطانيه والحقد ديالها على الملكيه في المملكه المغربيه خلاها تخلي الناس باش يظنوا ان المظاهرات اللي كطالب باسقاط النظام الاساسي ديال التعليم هي مظاهرات لاسقاط النظام. شوفوا ولاد الحرام من فعيلهم كيفاش كيحاولوا يوصلوا للناس، هادو ناس خارجين كيحتجوا على النظام الاساسي، هناك مشكل بينهم وبين الحكومة، نطلب الله يفرجها عن قريب، لأن الضحية الأول والآخر هما وليداتنا. ما عليناش، المرضى عندهم صحف وعندهم صفحات وعندهم قنوات تابعة للإخوان الشياطين، فحال هذه مثلا هذه صحيفة ميمة وكذا تعود إلى ابنة راشد الغنوشي اللي هو زعيم حزب النهضة التونسي، اللي هما يحاولون ما استطاعوا أن يخربوا بلادا أخرى كما خربوا بلدهم. إذن نقول الله يشافيهم ويعافيهم، لا هم يقصدون، أقصد أنا يعني القادة الزعماء، هاد بنت الغنوشي ولا اللي تابعين لها ولا الكثير من هاد أصحاب هاد الجماعة المحضورة ديال الخرافات، هاد الجماعة المحضورة ديال المنامات وديال يعني الناس كأنهم في غيبوبة. المقصد ديالهم والهدف ديالهم واضح وباين، وراه كان باين لينا ذاك النهار وتبين للجميع من خلال يعني التهم اللي كيرميو بها أندري أزولاي في الشارع، وكيتعصب ذاك القصور ذاك واحد الخوينز زعما كيدير بحال الا راه هو على الحق وداك الشيء اللي كيقول صحيح، مع ان ما يقول هو كذب وبهتان وزور لا علاقه له بالواقع لا من قريب ولا من بعيد. نفس الجريده مسيرة تضامنية، اقرأوا معايا، مسيرة تضامنية مع غزة في مدينة تطوان المغربية تتحول إلى احتجاج ضد نظام محمد السادس إثر محاولة إجهاضها من قبل الشرطة. هذا الشيء ما عنده حتى شي علاقة بالواقع، ادعاءات كاذبة، والناس مساكن اللي كيسمعوا فحال هذا الكلام كيقولوا واه اذا هذا الشيء هذا واش بصح. كاين الناس اللي كيصدقوا التدوينات والمنشورات، ولهذا هما كيضربوا هكاك يعني يخبطون خبط عشواء من تصبتم، يعني فحال ذاك الناقة العمياء، بحال ديك الناقة تخبط خبط عشواء من تصبت ميت هو من تخطئ يعمر فيه هرامي، غير كيضربوا فين ما جات. هما كيعرفوا على ان هناك واحد الفئه وهذه اللي كنحذر منها كينزلوا الشوارع احيانا من اجل احتجاج اللي هو ما فيه حتى شي مشكل، ولكن من بعد كيوليو كيتبعوا بعض الناس واحد الفئه شعارات خواجيه كيحرفوا الكلمه عن مواضعه، يعني كيطلقوا اصوات عبر ميكروفونات، الناس كتحمس كتجيش كيوقفوا بعض بحال اللي شفنا بعض الوقائع
الوقفات هادو ديال العدل والإحسان كيوقفوا قدام البوليس ويخرجوا عينيهم غير قمل، أقول بعضهم قمل مجرد يعني قمل، كيوقفوا قدام البوليس باش يدفعوهم دفعا يعني المواجهة. وهذا يعني مسألة أنا أؤكد عليها، ردوا البال ردوا البال ردوا البال، ليس كل من أراد حقا بلغ. فحال هاد الموجات ما خصهمش يديونا يعني شي اتجاهات معينه، حنا خصنا نبقاو وطنيون ملكيون مع ملكنا الشعب المغربي الابي داخل وخارج ارض الوطن، خصنا نبقاو مع بعضنا لحمه واحده مع القوات العموميه التي تحفظ الامن والاستقرار ديال البلاد، الامن والامان ديال البلاد اللي هو اهم من اي شيء اخر، اهم من اي شيء اخر، اقولها حتى ينقطع النفس، اهم من اي شيء اخر. فهؤلاء الناس أو الجماعات أو أصحاب الإيديولوجيات المتعفنة من اللي كيحاولوا أو من اللي كيديروا بعض الأفعال اللي كيخليوا الناس يصطدموا مع الأجهزة الأمنية فتلك طامة عظمى. إذن خصنا ردوا البال، راه المواطنة الحقيقية تعني حسن الولاء والانتماء للوطن. كيف ذلك؟ يجب أن نكون حريصين على أمن وسلامة الدولة، يجب أن يعني نساعد على استقرار هذا البلد والتقدم دياله والنهضة دياله والرقي دياله، وذلك بالولاء لجلالة الملك. راه جلالة الملك من اللي كيدير شي قرار راه حتى كيكون تدرس من جميع الجوانب. راه حنا ملي غادي نخرجوا الشارع وغادي نتضامنوا مع جهة معينة خصنا نعرفوا شكون من يقود تلك الاحتجاج أو الخرجة، شكون هاد اللي كيركبوا الأمواج. وخصنا نردوا البال مزيان من الطابور الخامس ومن اليوتيوبرز اللي هما كيقدموا نفسهم كصحفيين وعندهم قنوات وكيجيبوا بعض الضيوف اللي هما أقرب إلى الخيانة من الوطنية وكيدخلوا بعض السموم في عقول الناس وكيدسوا السم في العسل. الوطن ثم الوطن مشاهدينا الكرام، يجب أن نحرص حرصا على أمن الدولة. الوطنية راه ماشي غير كلمة هكا، راه كثير من الدول ندموا حتى ندم الزغب في راسهم وقالوا يا ليتنا رجعوا لزمن مضى. أحد عناصر الطابور الخامس مشاهدينا الكرام هذا اللي كتشوفوا قدامكم في الصورة، المدعو فؤاد عبد المومني كيصرح في هذا المقطع اللي غادي نشوفه بعد قليل، وكيعتبر البوليزاريو هو الممثل الشرعي للصحراويين. وغادي نطلب منكم التعليقات ديالكم اللي تشوفوا المقطع، أنا شخصيا أعتبر هذه خيانة عظمى للوطن. إذن عرفت كاملين كتسألوا كتقولوا بعض الناس يعني في حل الدولة طالقة ليهم، لا احنا ما كتدخلوش يعني في الدولة اشنو باغية تدير، علاش ماشي ما كتدخلوش زعما دير، لا كاين شي حويجات هما اللي يعني الدولة هما اللي كيعرفوا يمتى كتبدا ويمتى خصها تسالي. حنا كنتيقوا الثقة التامة في الأجهزة الأمنية لأن هذا يقر كما تسمعوا. نردوا معايا البال وسمعوا مزيان. محد صحراويين ما هو كيتعتبر بان البوليزاريو او الجمهوريه الصحراويه هو الممثل الرسمي ديالهم في هذه المفاوضات هذه، ما حدهم ما وصلوش لاتفاق مع الدوله المغربيه، راه حنا معلقين، والاعتراف بالسياده من طرف مريكا ولا غيرها ما غادي يبدل حتى حاجه. عطيونا التعليقات ديالكم وجمجموا ولا تخمموا مشاهدينا الكرام. راه هاد صحاب الطابور الخامس وراه بعض الخوانه اللي هما كيتلبسوا بلابوس الدين وهم من والدين منهم براء، فيجب ان نكون يقظين. إذن المشاهدين الكرام غادي نمشيو لموضوع آخر اللي هو لا يقل أهمية، وكنعتبره أنا حتى هو يعني خيانة للشعب المغربي، خيانة للمملكة المغربية. غنمشيو مباشرة لتازة. تازة كيف ما كتشوفوا توقيف مدير وموظفين بمستشفى عمومي وثلاثة ديال المسيرين، مسيرين ديال مصحات خاصة. سمعوا معايا هذا الخبر هذا ونتفاعلوا معاه كاملين، لأن هاد الناس هادو اللي كيديروا بحال هاد الأعمال اللي غادي نسمعوا فلا فرق بينهم وبين أعداء الوحدة الترابية وأعداء المملكة المغربية والذين يريدون سوءا بالأرض المغربية وبالشعب المغربي. تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لاديستي. هادشي هذا وقع البارح 23 شهر 11، تمكنوا من توقيف 11 شخص من بينهم مدير وموظفين بمستشفى عمومي وثلاثة ديال المسيرين ديال المؤسسات استشفائية خصوصية بمدينة تازة.
شدوا معايا البال وما تفلت لكم التكلمة. علاش تلقى عليهم القبض؟ للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسارقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء. كيف ذلك مشاهدينا الكرام؟ حسب المعطيات الأولية المتوفرة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، يشتبه في تورط الأشخاص الموقوفين فاش تلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية. كتمشي مثلا سكانين السبيطار وكيقول لك ما كاينش، كتبغي تدوز الراديو في شيء ما كاينش، تبغي كيقول ما كاينش. حتى المغربي كيولي يوجه النداء ديالو لجلالة الملك. والمشكل فين كاين؟ المشكل كاين في المفسدون، كيفوتوا قال لك كيبيعوا وكيفوتوا أجهزة ومعدات طبية عمومية وكيقدموها على أنها متلاشيات، يعني في حلا في رايصة ما بقتش خدامة رغم أنها لازالت صالحة للاستعمال. وهناك سماصرة اللي هما كيخدموا ما بين هادو اللي هما مأدين القسم وهادو اللي هما يعني أنبل من أنبل المهن في العالم، هي مهنة الطب، واللي هو خصو يكون الهم ديالو هو من اللي يجي المواطن عنده يلقى الأجهزة موجودة، المعدات موجودة، يحاول يصيفط بنادم مرتاح. لا، هادو العكس تماما، هناك سماصرة باش كيتعاملوا بيناتهم وبين هاد المسيرين ديال هاد المصحات الخصوصية. على كل حال، قد أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية بداخل منازل المشتبه فيهم ومصحاتهم الخصوصية عن حجز العشرات من الأجهزة والأدوات والمعدات الطبية المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن مجموعة من الأواني زيادة سيرة، ماشي غير المعدات، لا، الأواني والأسرة والشاشات والمكيفات والطابعات والحواسيب التي تم تفويتها بنفس الأسلوب الإجرامي على أساس أنها لا فراي متلاشيات ما بقات صالحة غير غلوحوها وهي بقى خدامة صحة سلام، باقي المواطن المغربي محتاجها. وأنا علاش أنا هادو كنحسبهم من المفسدون في الأرض؟ هادو خصهم أقصى العقوبات، هادو خص حتى لو كانت مثلا، أنا أقول مثلا لو كان يعني الأقصى هو 10 سنوات خص يوقع تغيير. أنا أقول هذا رأيي، تغيير في المنظومة الجنائية في القانون الجنائي المغربي على بعض الأفعال الشنيعة التي تضر بالوطن والمواطنين وتولي 30 سنة وتولي المؤبد. هؤلاء مفسدون في الأرض، وقد تم إخضاع المشتبه فيهم جميعا لتدبير الحراسة النظرية. رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، كل التحية والتقدير والإجلال والإكبار للأجهزة الأمنية، اللاديستي، النيابة العامة، كل من ساهم في إسقاط هذه الشبكة. تصوروا معي مشاهدين الكرام، تمشي انت مثلا ولدك مهرس من رجله يتألم وكيبكي وخصتو يدوز هكا راديو يقول لك لا ما كاينش، والواقع الراديو فينا هو كاين، الدولة دايرة مديور كاين، ولكن هناك أشخاص شدوا وباعوا هنا عم سيدين مصحات خاصة. وحتى الشاشات، تلفزيونات، الأسرة، حتى شي حوايج اللي ما تطيحش على البال، وخا يكون بنادم قلبه حجر. ولهذا يجب معاقبة هؤلاء حتى يكونوا عبرة لمن لا يعتبر، وباش المغرب يمشي لقدام يجب محاربة الفساد والمفسدين. ونحن نشد بأيدينا على يد النيابة العامة والأجهزة الأمنية وكل المغاربة اللي أنا هذه هي غادي نزيدها من عندي، الله يجازيكم بخير، المغاربة اللي هما قراب من أي دومين فحال هاد الشيء اللي كنهضروا فيه دابا، وعرفتي على أن موظفون في مستشفى أو غيرها يسرقون يخلشيلون حوايج اللي هي من المفروض يعني تتم بها الخدمة ديال المواطن، وكيبيعوها هكا في السوق السوداء أو جهات معينة مؤسسات معينة. فهادو إذا وشيتي بهم الأجهزة الأمنية أو النيابة العامة مباشرة، فوالله أنت هو الوطني الحر، وأنت هو المسلم الغير، وأنت هو الإنسان الحقيقي. ما تسكتش، كنتي مثلا ممرضة في مصحة وشفتيهم كيشريو شي حاجة من ديال المستشفى العمومية، ما تسكتيش، ما يمكنش يكون عندك ضمير حي وتسكتي، أو أنت تسكت يعني ممرض أو ممرضة. أي أحد عرف شي حاجة كتوقع في حالك كيبلغ بها، أن الشهادة والله إلا ما كيعرفوا غير اللي من عانى ومن قاصى مشى المستشفيات ولقى شي حوايج اللي هما ما يمكنش ما يكونوش، لقاهم ما كاينينش، شي حوايج اللي من الواجب والضروري خصهم يكونوا لقاهم ما كاينينش، وكيولي يتساءل وكيقول أو فين أنا؟ أو بعض الوجوه بعض المرات نستنكر جميعا. ربما أنا كنهضر دابا هذا غير كنموذج، يعني المجال ديال الصحة كنموذج، كي تلقاك كبنادم مخنزر فيك
داخل انتهك السبيطار هو مخنزر فيك بحال الا دخل ليه لدارو بلا استئذان، وكتولي كتسائل كتقول هذا البشر هذا شكون اللي مخدمه هنا، واش هذا هو يعني هذا هو ملك الرحمه اللي غادي نقدم ليه انا راسي، كتولي كتحتار. هاد النماذج هادو هما اللي دابا هادشي هذا اللي كنهضروا عليه منهم اللي تعتقلوا دابا كيف هذا غادي يرحمك ابدا. ولهذا نقول من امن العقوبه اساء الادب. اذا ما نطولش عليكم اكثر من هكا مشاهدينا الكرام، ارجاع الجزائريين مشكوك فيهم من اي دوله اوروبيه الى بلد السعاده واجب وطني، لان الكراغ لا وصلون واحد المستوى يعني صاي كي كيقولوا صاي 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 ما بقاش يعني عندك فين تصبر، ولا يعني يجب اعاده الكراغ لا من الدول الاوروبيه الى وطنهم الام، يجب اعادتهم الى المقاطعه الفرنسيه التي تسمى الجزائر القوة الضاربه بلد السعاده وراحه البال نعم سيدي والطوابير والجوع والنوع. اذا هذا هو الكلام، هذا هو الفيديو ديال اليوم. قبل ما نقول اكتفي بهذا القدر لان بزاف الناس في التعارك يقولوا لي يعني الضحكه الشريره شحال هذه، ما فهمتي غدا ان شاء الله غادي نبداو وان شاء الله غادي تكون بديه موفقه وغادي نمشيو مع الاخبار والتعاليق عليها وبالطريقه ديالنا التي عاهدتموها. اذا الضحكه الشريره لمن يطلبها تحياتي لكم، والله احبكم في الله ولكن خصها تخرج من القلب اكثر. تسناو حتى الغدا ان شاء الله، ما تنساو جمجموا ولا تخمموا، الى اللقاء.